شكون عنده باز هنا مش بعيدة ولا حاجة. كان قطع من شيرتي انا بس يعرضني في الثنية ما بينتنا الف وشوية انا وياك. تاع شكون يا مهدي سمرك وفي عقله قاعد ايمي يا اخي صاحب قام قص في اللوح وقصيب نتحرك يعني ما يصير هاي السركة صاحبي في الحومة فهم شيء السركة برشا واللي ماشي ماشي وجاي في بالك قبيلة حندار تزوز بعد الدرفر هلا ظل هلا قتلت واحد والثاني قتلني وبعد كي انا رجع لهم فيس اش نلقاهم نلقاهم جيو للبلاد نتاعنا كل باز يدوروا بها ويشوفوها اخر باز ده الباز بتاعنا داروا بها شافوا نقزوا عملوا هكا ومشيوا يصبروا لهم عرفت سمران وعارب يلقى واحد في الدار الحمراء بحذا الباز وقا ليك اجي تضرب فيه بعد سي حاليز قال لي امرأة قال لي امرأة لابسة بالابيض ما تحكيش قال لي قوليش احكي على زومبي اش علي قال لي ضربتني بسكينه ومن بعد ما فهميش زب تفرج في برشا فيلم رعب اي زرقة قالوا مليك هذيك جيت حاسب فيك على فعلك يا صح صعب ولا من بعد فيش يحكيوا لي نايك ضربة ضربتيني فايتيو في الغابة بعد الدار ويسمعوا في الصيح بتاع نسي ولا شنو في حمامة عارف يسمع في الصيح بتاع مراز عربي نعطيك الحاجة عربي تنيك من الاخ بله 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 تنيك اسمع فيسبوك نعطيك وسب فينا تاو ما في قلب He almost hit me, man. صاحبي ما عندوش حد شيء عندوش شرق اللي عنده حد شيء صح كل اللي عنده شنو يكمله هو اللحظة نتاعه والفيست What the fuck is this? ثم امرأة عيطت عيطة خايبة على الاخر وفندر ميت يا مهدي سمعت هالعيطة امرأة عيطت عيطة على قوية على الاخر وفندر ميت بكرتوش قال امشيوا شنو يمشيوا؟ ما عرفت فندر غريفز ولا اسمه ما اللي بجنبي عيطة اللي سمعتها انا وينك انت وين وينك كنت سمعتها انا في بنفيد بعيد عليك سمعتها ساره انت زادا اي بلا تفتلك ولا بالرسمي يا والله قلت لك مرا عيطة انت تاع فيلم رعب زاد بدي عيط عيطة عيطة راي زادا يا خرا فجعتني يعني بندر زعما قبل ما يموت هذاك ليه ليه يا ودي ليه واللي ضرب بريك شراو ليه بدا يا مهدي ما تجيوش من جهتي انا ليه يا مهدي اجبدوا على اليسار بكل ودخلوا من جهه مغاب من اخر الغابه تفهم فيا ولا ما عندك حق يا مهدي ما سمعتش العيطه نطيحها يا مهدي بجنبي غريف سنوك كمان اما العيطة اللي عيطتها you gone what what happened man what happened what the fuck is no no I didn't he's on the floor over there and we didn't kill the one who shot you man you know ابو حذيف اقتلني ابو حذيف على البادي متاعي توا وعنده شيء كان سلاح عوض عني عاود عيط يا مهدي راه شو معناها الزبده ذي برسمي بريداتور ناي كون شي كان مش واحد بركه
هذين كانسس طو ميت. اما رعيتها رعيتها شنية ذيك رعيتها اللي عملها. الو معلش شنية شنية لابس ما ادري قتلك غاز ماسكا ما نوالي بلون انا الدنيا ديجا ما موش لابس الكرتابة ولا شيء. انت هذا بشي نديرو تيك ها. Hey Grave, did you hear the voice of the woman who's screaming? I hear the voice of a screaming woman twice now. يا مهدي Grave ما سمعوش الصوت. انا سمعته مرة الاولى بركة. انا سمعته مرتين ريت وقت كي قربت لك ليك انت وياه عاود سمعته. زعما واحد قبل ما يخترينا موت المرة الثانية بيكش انا ما سمعتوش كي موت واحد بحديك يعيط كيكا عيط انت عمرها كيكا بي سمحني انت السيد ما عيطش راه السيد فان اسمه قريب من زي الحي ليه شير ما سمحهاش فاندر ذولي سمحها راه وقالي قالي شنو هي. Hey Vander, did you hear the screaming woman? Vander. You didn't too? What the fuck is going on over here? Vander قال لي ما سمعتهاش نايك. شنو بنايك؟ راه سمعتها مرة أخرى يا مهدي راه. معناها نقولوا مرة الأولى كذا نكذب معناها صح معناها. قديش مرة ثلاثة؟ مرتين مرتين. شو أنا بكيت على السيدة ذي نحصر فيه في الغابة. تفهم فيا؟ اه وقتلته قربت له واقف انا منبطح وفندر واقف تفهم فيا؟ يعمل هكا نسمع في حس تاع الصياح تاع مرا وقفت انا من الفجعه نزلت اكس اي سي سي وقفت فهمتني؟ وفندر كلي كراتش فندر ولا جريفز؟ جريفز هذا اللي معايا جريفز كلي وني طاح ديخ صعت نجري انا حتى مش عارف قداش منين جاني خويا غالي بديت نجري هذه قلت لي جريفز ما ماتش مشيت رجع له ما بقاش يترنح حاسين الوقت اللي انت سمعتها الثانيه انا وقتها ميت ما سمعت شيء. بنج عارف ما تمشيش غادي بنج وراي اي اقعد غادي هم جايين زح يا مهدي يضربوا قتلته سي بون اسمعني قد عديت نجري الزب يعني لما هز الزب ورم واحد فينا وينو الثاني؟ نعرفش في فندر يمه عادت عادت انا سمعتها تو فندر وينو يا زرق يا زرق فندر مين وينك يا معلم شنو هاي هاي سمعتها رأيت انا ما سمعتهاش سمعتها رأيت انا سمعتها اه انتم تركوا فيه من هنا في الديسكورد سبيو صار فرقوا فيها طلعت في الديسكورد طحانة زب خويا موز يا زرقة انت ميبون يا زرقة انت ميبون انت ميبون كيفاش نخرج انا توا بالله مادي توا تفجعت انت ولا ليه بلعني على عربي يعني. ليه يا مادي كل مرة تعيط طلع زرقة زب في بيلي انا والله طحانة زود مدريد في بالوش قام يضحك معاه بتحركت له حتى الشعر الزفي لا خاطر انا نضحك ال تعيط انا ضحكت خلي فيك احكي صح عيطت مرة أخرى بلات انت يعني يكون مو أول حرب يعطيوك سلاح وتخلي سبوبنا وتقطع طيب لا طولت لأني مش نخلي سبوبتكم مقطع نمشي نروح بيه للدار استحق كفر بي على روحي مدريد هو هذه المشكلة توا اسكو نلقاوها الوحدة ولا يا مهدي؟ شنية الوحدة؟ اش قولك في الصيحة متاع عربي قبيلة؟ هذيك هذيك ليش رجعت؟ تفجعت تفجعت عزيزتي اي صاحبي تفجعت وقبيلة بالخابة مع مهدي عندك مع مهدي يا سيدي قبيلة تعرف والله التايمينج ينيك في الراس روح اعطاها الصيحة وبعد فضل الكرتون مرة الأولى مرة الثانية بند مهدي مات ويعطي تنزيحة بند الرويدة علينا هو انت عربي قد حاطه فوليوم متاعه البوت حاطه مياه آخر مرة سمعت غنيتي يا أخي تحشي لي بالقوة لا حط يا لا
اما الاولى راني تهلتنتك معاك راهو اوه الثانيه حلبت بيه زرق انا منحك الساوند وقت كي يدخل واحد يصير ما تشيز حتى في المية نايك الزبري ما تفجعش لك الدرز لقطه اه ما انت لعبة زبور الفحص يا معز انت اخويا الوبنة بيدها عربي يا ميبو